اهلا اهلا، انا عايزه اكلمكم في الفيديو ده عن مكتبه زرتها مؤخرا، وهي مكتبه الزمالك الكبرى. اقولكم ازاي تروحوها، ممكن تعملوا فيها ايه، ازاي الاشتراك. والحقيقه هي احلى حاجه فيها المدخل بتاعها، وده ضمن اطار سلسله اطلعوا بره الاوضه. جدا لزياره المكتبات بعنوان مكتبات محتاجين نزورها. اخرجوا من الاوضه. زي ما احنا شايفين ده المدخل المكتبه. اول حاجه المكتبه انتوا بتروحوا لها عن طريق اقرب محطه مترو، هي محطه مترو صفاء حجازي. تمام، وبتدخلوا بكل سهوله، بتدفعوا تيكت رسوم الدخول، مش عايزه اقول لكم ان هي 2 جنيه. وبعد كده بتروحوا تطلعوا تشوفوا المدخل زي ما انتوا شفتوه كده، تطلعوا الدور الاول. هي بصراحة المكتبة مبهرة أكتر حاجة، وأنا حتى كنت هناك لقيت فيها أجانب بيزوروها كمكان أثري. وهي أساسا الأول كانت قصر سميحة كامل، وبعد كده تحولت لمكتبة في المكتبة بتطل على النيل. وبصراحة الجو اليوم ده كان شمس جدا جدا، شمس حارقة عشان احنا في صيف يوليو، بس يعني لو حد زارها في الشتاء هتكون في غاية الجمال. وخاصة بقى لو انت مثلا فكرت ان انت تقسم الوقت بتاعك تروح تقعد شوية في او الدور، يعني عشان اللي تقعد على النيل او كده، فالمكان جميل من كذا زاوية. بس جوه في الصيف دوت بيبقى الجلوس جوه يعني. تمام، المكتبة الدور الاول فيها في الغالب، وده اللي بيبقى يعني اكتر الناس قاعدة فيه، بيكون كتب اكتر، قسم للادب، قسم للموسيقى، قسم للمسرح، كتب عن العمارة. فهتلاقي مثلا دور مثلا نشر او مركز بحثية بعت كتب كاملة ليها، فهتلاقي كتب مثلا عن عمارة القاهرة، عن تاريخ القاهرة وهكذا. والدور الثاني او الثالث يعني على حسب الترتيب المكاني، هيكون مواد يعني طبية، مواد كيميائية، علمية، ليها علاقة بالتخصصات الطبية والكيميائية. تمام، انا بصراحة ما لقيتش حد قاعد في الدور الثالث، مش عارفة دوت سببه ايه. بس عموما المكان يعني كتعليق عام، المكان مش زحمة اطلاقا اطلاقا، مش عارفة ده بسبب الصيف ولا بسبب ان هي مكتبة فمفيش حد موجود، كان كل اللي في المكان. كل اللي في المكان كانوا تقريبا 5، والمكان بيبقى هادي تماما، مفيش حد بيتكلم. انا كنت بصراحة رايحة اكتر مش عشان اقعد، كنت رايحة اشوف المكان يعني واتفرج عليه، اعرف هو ايه، واعرف هل مثلا ممكن بعد كده اجي اقعد تاني هناك ولا لا. لان المكان مش صعب الوصول ليه خالص، يعني هادي، في اكتر من ميزة زي ما قلت لكم. عايزة اقول كمان ان انتوا ممكن تقعدوا براحتكم على المكتبات هناك، تقرأوا كتب ليكوا، تقرأوا كتب بتاعتكم معاكوا، او تقرأوا كتاب اي كتاب هناك. المكتبة بتفتح من الساعة 9 تقريبا لحد الساعة 2. تمام، وده برضو يعني عيب شوية ان حاسة ان الوقت محدود قوي. بس المكان بصراحة هناك هادي ولطيف، مفيش ناس كتيرة، فأي حد محتاج ان هو مثلا يشوف كتب كتيرة مختلفة ممكن يروح. لو حد ليه في جانب الموسيقى اعتقد والمسرح هيستفاد جدا، لان انا حسيت ان الموسيقى والمسرح فيه شقين كبار كده، مش فاهمة ليه، بس هو تقريبا ممكن يكون الناس اللي تبرعت بالكتب يعني هي اكتر الناس كانت من الجانب ده. كده اتكلمت عن المكتبة وميزتها، وانتوا خدتوا عنها تجربة عامة يعني ازاي تدخلوا. بس اعتقد يعني في عيوب. اول العيوب ديت ان المكتبة ما فيهاش تكييف، فعشان كده بقول ان هي اكتر ميزة ليها هتكون في الشتاء. فانا بصراحة يعني شايفة ان هم لو جابوا تكييف هيودوها في جانب تاني تماما، والناس هتحب تيجي كتير. انا مش عارفة ليه ما فيش تكييف يعني، بس اعتقد يعني ان هو في الشتاء عشان كده هيكون اجمل بكتير. anyway هم برضو يعني الكتب شوية، انا شعرت مش عارفة هل ده شعور خاص، ان الكتب
يعني محددة نوعا ما في الجانب الأدبي أو الجانب العلمي أوي. في بقى كتب يعني مثلا السياسة الاقتصاد، أنا شعرت إن هي مش موجودة بوفرة، ومع إني شفت يعني تمام هي مفيش كتاب يعني مش هيكون، أعتقد كل الكتب ممكن اللي هناك تنفع عادي السياسة، بس ستيل ما شعرتش إن الجانب ده متوفر بكثرة يعني. تمام. برضو جزء الوقت محدد من 9 لـ2، ده شوية قليل شوية، بس هي تقريبا عشان مكتبة حكومية أو مواعيد حكومية فهو الوقت محدد على أساس كده. برضو يعني المكتبة أنا شعرت إن هي محتاجة عناية أكتر من حيث الكتب والديكوريشن والتصميم، لأن المكان نفسه كتصميم يعني كتصميم معماري البناء رائع، بس أنا شعرت إن محتاجين اهتمام أكتر بقى بالكواليتي بتاعت الكتب، يعني بتنظيم الكتب أو رصها، أو يعني إن هم يجيبوا حد متخصص يرص الكتب يعني. مش عارفة، حاسة إن أنا رايحة بعمل ايفالويشن للمكان، بس أنا بقول يعني كل الملاحظات يعني قد ما احنا بنتشارك مع بعض يعني، عشان برضو ما تحطوش الاكسبكتيشنز تبقى هاي قوي 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 برضو. بس ستيل ده مش معناه إن المكان وحش، المكان جميل، وأنا قلت ألف مرة كل حاجة في الأول. أنا سعيدة إن انتوا سمعتوا الفيديو ده، وشكرا للناس بجد اللي بتكتب كومنت أو بتقول إن يعني بتقترح عليا أي فكرة فيديو أو فكرة إن أنا أعمل لكم بيها حاجة، ببقى سعيدة بكده، وببقى سعيدة إن الموضوع بيفيد الناس يعني. لو تسألوني رشح المكتبة ولا لأ، أقول لكم طبعا رشحوها، لو رشحها طبعا لو انتوا محتاجين يعني تقرأوا في مكان تاني طبعا، كتير ان انتوا تعرفوا حاجات تانية. وكمان المكان في مكان حيوي جدا، ومكان انا بحبه قوي يعني، انا من الناس اللي عشاق الزمالك، فانتوا ممكن تخلصوا هناك، وده المدخل يا جماعة، فممكن تخلصوا هناك وبعد كده تروحوا يعني تشربوا اي حاجة بقى، تقضوا اليوم هناك. هو بس المشكلة بس كلها في الجو الحر، لكن المكان نفسه حواليه كل حاجة. بس على فكرة مع جمال المكان بقى ومدخل العمارة الرائع ده، هتبصوا تلاقوا غلطة كده صغيرة مبوظة حاجة، مثلا حاطين كتب كركبة على جنب، حاطين حاجة كده على جنب، فيعني مفيش اهتمام بالتفاصيل الصغيرة كده يعني، فاهميني؟ يعني مثلا المنظفات مثلا هنا يعني جمالي على الآخر، مش هحط حاجة زي كده، بس يعني أنا بحب أوضح الصورة كاملة، علشان أنا مش بحب الناس اللي بتبقى يعني، أولا أنا مش بتفرج في انستجرام هنا اللي هي بتصور كل حاجة يعني 100%، وبعد كده أروح مثلا أشوف حاجة مش عجباني كده، فبحب أحطكم في الصورة كاملة علشان نبقوا مع بعض يعني. الموضوع بالنسبة لي واضح، عارف أنا مثلا ممكن ناس تكون مثلا موضوع التكييف بالنسبة لها موضوع قاتل، لكن ستيل زي ما قلت لكم المكان روعة. يلا كده خلصت الفيديو، استنوا بقى يعني الجو ده بجد يهدى، واروح مكتبات تانية واغير برضو يعني تفاصيل القراءة بتاعتي وأماكن القراءة بتاعتي والكتابة في أماكن تانية، وأشاركها معاكم هنا. أتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو، وما تنسوش تقولولي روحتوا المكان قبل كده ولا لا. يلا سلام.